الشتات القوي، فأصيب زميلنا وقتل أعتقد طالب وأصيب العشرات الآخرين، وطبعا زميلنا في صدى البلد برضو أصيب. هل كان في إطلاق رصاص من داخل الجامعة من قبل الطلبة يا أستاذ عبد الفتاح؟ الصور اللي احنا صورناها، شوف هقول لك على حاجة يا أستاذة منى، يعني يا احنا مع احترامنا للداخلية وأنها ومع هجومنا الكاس على جماعة الإخوان المتسببة في هذا الإجرام في الشارع المصري، إلا أقدر أقول لك أن يعني أولا البيان اللي خرج من الداخلية يؤكد أن الداخلية هي التي أطلقت النار، رغم أنها لم تذكر شيء عن الحادث. يعني هي لم تذكر، المشكلة أن الداخلية لم تذكر أي شيء عن الحادث. هي قالت ان الاخوان والاخوان عملوا، رغم ان اطلاق النار جاي من خارج الجامعه. يطلع بقى الدكتور جابر نصار او غيره يتحدث عكس كده. انا احنا زميلنا جابوا لنا صور الرصاص منطلق من خارج الجامعه، وبالتالي احنا بنقول هل كان في رصاص من داخل الجامعه؟ يعني حضرتك تحدثت عن رصاص من خارج الجامعه، عايزين نحاول ان احنا نفهم الصوره بشكل كامل، هل كان في رصاص داخل الجامعه؟ انا اعتقد ان كان في مولوتوف، كان في ضرب، كان في حريق، كان في، لكن الرصاص الحقيقي ده كان طبقا لروايه زمايلنا اللي كانوا شهود عيان، انا لم ارى الحادث الا من خلال الفيديو اللي هو منشور على اليوتيوب، لكن انا بتكلم على جزئيه واحده، ان كل زمايلنا اللي شاهدوا قالوا الرصاص جاء من الخارج. احنا هنا يا جماعه ما بنقولش ان الداخليه يجب ان تعاقب، لان الداخليه يجب ان تكون اكبر من حدث، تقول ان الضغط الذي مارسه جماعه الاخوان ادى انهم يشتبكوا وقع في مصائب، لكن الفكره الرئيسيه ان انا اعمل عشوائيه في المواجهه واطلع بيان مقتضب، بيان تعيس من وزاره الداخليه يتحدث عن ان حصل قر وفر واخوان وارهاب، اصبحت كلمه الارهاب والاخوان يعني اسطوانه مشروخه. يعني احنا طب انا عايزه ارجع مره ثانيه يا استاذ عبد الفتاح لفكره ما يحدث للزملاء الصحفيين الميدانيين اللي بينزلوا في مواقع الاشتباكات. يمكن احنا في البرنامج كنا اتخذنا قرار ان احنا مش هننزل اي من زملائنا مراسلينا الى اي منطقه ملتهبه ومنطقه اشتباكات. اعتقد ان احنا هنا كصحفيين وكعاملين في المهنه قدام مساله اخلاقيه ملتبسه، رغبتنا وواجبنا في نقل الحقيقه وفي نفس الوقت حياه زملائنا المقدسه. هل في اجراء ممكن ان هو يعني التجربه دي ممكن نخرج منها بايه عشان نحل هذه الاشكاليه في رايك؟ بص حضرتك، احنا 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 في ثلاث خطوات يعني احنا مؤمنين بيهم. اولا بيان نقيب الصحفيين نحن نؤيده بالمقاطعه التغطيه الميدانيه، بس كصحفيين مش هنقدر نسيب مصر تولع بدون نقلها للناس. فده ممكن يبقى فيها نوع من الجدل، لكن عندنا قرار داخلي داخل يوم السابع اصدره الاستاذ خالد صلاح النهارده رئيس التحرير بتعيين كل الصحفيين الميدانيين وتامين التأمين الكامل لهم من خلال بوليس التأمين وتوفير كافة الأجهزة والستائر القميص الواقي من الرصاص. كل الإجراءات اللي متبعة في الدول الغربية الأستاذ خالد صلاح قرر أن يطبقها في اليوم السابع، وطلب من النقابة عدة نقاط اللي هي سرعه تعيين هؤلاء الصحفيين كاعضاء نقابه. ده شيء جميل، ونتمنى ان كل المؤسسات الصحفيه والتلفزيونيه ايضا انها تحذو حذو حضراتكم في فكره التامين على الزملاء اللي بيخاطروا بحياتهم لنقل هذا المشهد. انا بشكر حضرتك. ربنا يخليك. انا بس عليا نداء اخير لوزاره الداخليه، احنا معاكم ضد الارهاب، ولكن يجب الا يكون ردكم رد عشوائي. ويجب ان يكون هناك تمرير للضباط والعساكر، مش عيب ان يقول في خلل، لان احنا يا جماعه مش عايزين كل يوم قتيل. صحيح. حتى القتلى من الاخوان دول مصريين، والقتلى من الشرطه مصريين، وتخيل بقى اللي رايح يغطي صحافه، يعني رايح يعمل دوره اعلامي. صحيح. ويغطي الدول ده يضرب بالنار، سواء تموت زميلتنا شيماء او يصاب زميلنا خالد او من صدى البلد او اعتقد من دريم. وعشان كده يعني مقاطعتكم لعدم التغطيه الميدانيه قرار سليم، بس لحد امتى؟ احنا بنتحدث على لان يقضي الله امرا كان مفعولا. انا بشكرك زميلنا عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي لجريده اليوم السابع، وبتمنى الشفاء لزميلنا خالد حسين وزميلنا مصور فضائيه صدى البلد.